الرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي. مجلس الوزراء يوافق على شراء احتياجات الصحة لأخذ الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الوزارية حول سد النهضة. موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشيعي الجنازة العسكرية والرسمية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. وشارك في الجنازة العسكرية الرئيس السابق عدلي منصور ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية ووفود عربية وأجنبية وكبار رجال الدولة وأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أمس حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء. أعربت الصين عن تعازيها العميقة لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومواساتها لأسرته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي اليومي تعليقا إن مبارك قدم إسهامات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية الصينية المصرية وسيظل في ذاكرة الشعب الصيني، وستواصل الصين العمل مع مصر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على طلب وزارة الصحة التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء احتياجاتها اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية. وقامت وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض إلى البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبه به. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التي ترعاها الإدارة الأمريكية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة بحضور البنك الدولي والمقرر لها يومي 27 و28 من الشهر الجاري. وكانت الأطراف المعنية قد اتفقت خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن يومي 12 و13 من فبراير الجاري على قيام الولايات المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي ببلورة الصورة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار، دمتم بخير، إلى اللقاء.